بات مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين يفيض نزوحا ولجوءا. من سوريا هربت مئات العائلات الفلسطينية واستقرت مؤقتا في البداوي لتلتحم صور الفقر والتعب والفوضى وتنتج مشهد الانتحاب على الذات. هذه ثلاث عائلات هجرت من مخيمي اليرموك وسبيني وسكنت الغرفة نفسها. 9 أطفال وعشرة من الكبار ينامون ويفيقون ويلعبون ويأكلون هنا. أول شيء بدنا نناشد الدولة اللبنانية اللي إحنا فيها تسهلنا شغلة الإقامة، لأنه عم بيدفعونا 50,000 إقامة وعدد الدخولية 25,000. وبعد ذلك بنناشد الإنروا اللي هي معنية بالفلسطينيين بشكل عام. الإنروا من جديد مركز المنظمة الدولية في البداوي كان الاثنين مكان اعتصام عشرات النازحين الفلسطينيين من سوريا الذين رفعوا مطالبهم لمسؤولي الإنروا وللدولة اللبنانية. ندعو الحكومة اللبنانية إلى التعاطي مع ملف النازحين الفلسطينيين من سوريا بشكل إنساني. الجمعيات الأهلية وحدها تعمل في البداوي اليوم. جمعية النجدة الاجتماعية أحصت 500 عائلة فلسطينية نازحة، أي ما يقارب 2500 نازح، والعدد مرشح للارتفاع. صناديق الإعاشات يجري توزيعها، ومسار التوزيع صعب وطويل. ربما الفلسطينيون عموما والفلسطينيون السوريون تحديدا بحاجة إلى أكثر من جمعية. هم بحاجة إلى دولة تهتم بهم ونظام يحميهم. إنها لعنة اللجوء التي لم تعرف بعد طريقا للزوال.